تقول: أنا امرأة متزوجة، وعندما وضعت أولادي استمر معي النفاس لأكثر من 40 يوما، فتراوحت مدة النفاس ما بين 50 و60 يوما، وبالطبع لم أصلي طوال فترة النفاس، والآن قد قرأت أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما. سؤالي: هل علي صلاة الأيام ما فوق 40 عن كل مرة من الولادة؟ جزاكم الله خير. هو كذلك، فإن جمهور أهل العلم والذي يدل عليه الدليل أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، فما زاد عنها فإنه يعتبر طهرا، فما تركتيه من الصلاة خارج 40 يجب عليك قضاؤه. نعم.